مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الخاص بالمحليات الجزئية لأعضاء المجالس الشعبية لأربع بلديات من ولاية بجاية هي فرعون مسيسنا أقبو وتوجة وبلديتين من ولاية تيزي وزو أيت محمود وأيت بومهدي والمقررة يوم 15 أكتوبر المقبل. والبداية من ولاية بجاية حيث نظمت القائمة الحرة الشباب للتغيير والتنمية بقرية تقول أشلوف ببلدية توجة تجمعا شعبيا للتحسيس بأهمية الاستحقاق الجزئي في بعث البرامج التنموية. المتابعة في الموضوع مع ظهير مطش. إرساء الديمقراطية التشاركية بتفعيل دور سكان القرى ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني في تسيير شؤون بلديتهم هي أحد أهم النقاط التي سنعمل على تجسيدها، هذا ما أكده مرشحو القائمة الحرة الشباب للتغيير والتنمية بتوجة. نكني نسعى دي بروبوزيسيون امشي انا ريغلي لي بروبليم وومن امشي انا ريغلي لي بروبليم دو سونتي افيك لي ديريكسيون دو توتال لي ديريكسيون كونسيرني. مثلا عند نزور البروبليم وومن نسعى اون سوب ديفيزيون هيدروليك نسعى لا ديريكسيون ليدروليك نسعى غير واذا شي غير نروح سنيني قال باغ اكزومبل الفيلاج ايني تلك الفيلاج ويث رحمون صافي دي زاني ثورا مازال الكاميون سيتر كي لي تاليمونتي ابارتير دو لا بيسي دايز واش تعلم دونك نعلم باللي يا دي بروبليم ومن ارثورا مالغري توجاين توسن بلي تمرت ومن. ليختم مرشحو القائمه تجمعهم بدعوه المواطنين الى المشاركه القويه في الانتخابات المقبله لتخطي حاله الانسداد التي خلقت تاخر كبير في مختلف المشاريع الحيويه بالبلديه. وببلدية أقبو ببجاية نظم أمس مرشح قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لقاء جواريا بحي 18 فبراير لاستمالة الناخبين، غطاه للتلفزيون ملك الرحمن. توفير النقل الحضري وبناء مستشفى وخلق مواسم شغل للشباب البطال كانت أهم النقاط التي ركز عليها مرشح التجمع الوطني الديمقراطي في لقاء جواري نظموه بأقبو. Comme il faut plus de 80 000 habitants, est-ce qu'ils mettent ces deux en administrateur? C'est pas possible de ces deux. Même 23 élus d'Akhar, c'est difficile. C'est une commune de la taille d'une wilaya. Donc on a de voir dans la réalité, Akhfou, c'est une wilaya. 80 000 habitants, c'est pas possible. Kthmour de l'Europe, 8 000, 10 000 habitants, c'est une commune. Donc on est à 80 000 habitants, mais là, sous la dimensionnée commune, nous connaissons 8 000 que nous avons. L'Assemblée prochaine, وفي ختام اللقاء دعا مرشح التجمع الوطني الديمقراطي إلى عدم تفويت فرصة 15 أكتوبر لتعويض التأخر الحاصل وتحقيق مطالب المواطنين وحل المشاريع المتعثرة وتحقيق تنمية حقيقية على مستوى بلدية أيت بومهدي بتيزي وزو بإشراك مواطنيها من خلال التكفل بانشغالاتهم في صلب المحليات الجزئية يوم 15 أكتوبر. لخضر كعوان. قرى تمغرا سيت عقاد أيت عبد العالي تيروال والتابعة لبلدية أيت بومهدي مواطنوها متحمسون لهذه المحليات الجزئية وكلهم أمل في بعث التنمية المحلية والاهتمام بشؤون الساكنة. أوني كونسيديري كوم زون دومبر مناطق الظل. دونك سبوسان نحوج اون اسومبلي، إلا قل اسومبلي تيري إيوكني أذيرين ذي المنداد، إيوكني دوارين ثد سنين لي دوليون سن الغاشي. لا سلام ماشي ونادي روحان أدي في كافوس أدي خدم يخدم زديك نكون أني لي يدس طونك دي سيتوايا أني لي يدس ماذا بينا صافي ما إلا لا ونادي روحان أدي خدم. ذاك إذا نتراجو اي خطر هورني قادا نسوق اسمي مثل تقيوان تلقى طاس بوهورا ولا شدا شو ذا دبوين. الانتخابات المرة الجاية إن شاء الله نكونوا اون فورس كما يقولوا نكونوا اون فورس ان شاء الله تبدل بزاف صوالح وان شاء الله يكون اللي يحكمها ان شاء الله من القدام يكون قد المسؤوليه. الفوتين اللي قندين يهان عند الجربزه ونشا الخير ان شاء الله. هاتي واربار خد في كربير قاس الاريه ونشا الخير ان شاء الله. اربع قوائم انتخابيه بين حزبين وقائمتين حرتين على مستوى بلديه أيت بومهدي سيتنافس مرشحوها على استماله اكبر عدد ممكن من الناخبين في 15 أكتوبر القادم. ورفع الانسداد الحاصل في المجلس البلدي بأقبو ببجاية يكون عبر المشاركة في المحليات الجزئية لبعث الحركية الاقتصادية بالمنطقة الصناعية تحرشت والتي يعول عليها لخلق الثروة ومنصب الشغل. المزيد مع بهيجة بن حليمة. تحرش
حرشت من أكبر المناطق الصناعية المختصة في التغذية على مستوى الوطن، حيث تمون السوق المحلية بالمشروبات والمنتجات الحليبية واللبنية بحوالي 70%. 63 مستثمرا ينشطون بهذا القطب الاقتصادي المهم بأقبو، أين شكل التأخير في تكوين مجلس البلدية في الانتخابات الأخيرة مجموعة من العراقيل. قريب 14 شهر بدون مجلس بلدي، الشيء اللي أثر كثير على سير يعني مختلف مصالح اليومية للمستثمرين والمواطنين عامة، من أوراق، من وثائق، من تراخيص، من يعني من تراخيص بناء وكل شيء. هذا يعني أثر على الاستثمار عامة في ومناخ الاستثمار في المنطقة. لأجل إيجاد الحلول الإدارية قصد توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير المنطقة وتعزيزها، تبقى الانتخابات الجزئية هي الحل. منطقة أقبو منطقة صناعية معروفة، هاكي معايا، ماذا بينا إن شاء الله الراجل اللي يجي يوقف ويخدم، وماذا بينا إن شاء الله في هذه الانتخابات يكون راجل اللي مدي كيما يقولوا الدون كيما يقولوا تري بون فيزاج بور نوتر ريجيون هنا ان شاء الله باذن الله. نادي المواطنين يعني يكونوا يد بيد مع هذا المجلس الشعبي اللي راح ينوض بالمنطقه عامه والجهه خاصه جهه أقبو المعروفه بالاستثمار ومنطقه صناعيه من اكبر مناطق الصناعيه في الجزائر. 15 أكتوبر موعد يعول عليه كثيرا بهدف تسهيل التعامل الذي سيدفع بعجلة التنمية المحلية وكذا تدعيم الاقتصاد الوطني للرفع من قدرات التصدير نحو الخارج. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.